نريد أن نقف مع نماذج، وإن كان جبالك من خلال حديثك عن الأشخاص، يعني الأشخاص مرتبطين ببلدانهم وكذا، لكن نريد أن نقف مع نماذج لهذه الدول الفاسدة بفعل الاستبداد. عفوا. وطبعا النماذج يعني كثيرة، مثلا لو تأملت في شرق الشرق الإسلامي تجد مثلا بأنه في أندونيسيا سوهارتو هذا حكم أندونيسيا نحو من 30 سنة. نعم. 32 سنة تقريبا. نعم 32 سنة، وكانت زوجته سبحان الله هي المتحكمة فيه أولا، ومن ثم هو وحاشيته متحكمين بالشعب، متحكمون هي الحقيقة الحاكمة الأساسي. أي نعم. وفي نهاية الأمر وكان هناك نهضة اقتصادية زائفة يعني قائمة على الاقتراض، حتى بلغت يعني ديون أندونيسيا 130 مليار دولار، ثم جاءت بعد ذلك الوصفة المميتة وهي وصفة البنك الدولي، البنك الدولي يعني سحب الدعم عن السلع الأساسية في الوقود وفي القمح وما أشبه ذلك، أفضى ذلك إلى ارتفاع الأسعار أضعافا مضاعفة. ها هنا خرج الأمر من نطاق يعني السيطرة، وبدأت تلك الثورة الشعبية الضخمة التي أفضت إلى يعني ذهاب ذلك هذا في أقصى المشرق. طيب في أقصى المغرب ها هنا نجد نموذج يعني شين العابثين الذي كانوا يسمونه زين العابدين، هذا الذي اعتمد سياسة تجفيف المنابع، راقب المساجد، أحصى الأنفاس، منع تدريس الدين أو الحديث عنه، حتى يحدثني بعض الإخوة التوانسة بأنه لو وجد في قدمك يعني أكرمك الله علامة الصلاة هذه أنت عليك علامة استفهام كبيرة تطارد، لو أنك تلبس يعني خاتم الفضة عليك علامة استفهام كبيرة، بل إلى جوار ليبيا مثلا، هذه يحدثني أحد الإخوة وحديثه هذا في بريطانيا بعيد، يقول لي بأنني كنت في الجامعة كنت طالبا وكان خالي أستاذا يعني دكتور في الجامعة، قال فجاءه أحد أعوان القذافي وقال له ابن أختك هذا لعله من الزنادقة، فقال له كيف الزنادقة هذه يعني الإخوان المسلمين، قال له كيف، قال له لأنه ما رأيته يوما يقف مع بنت أو يغازل بنتا أو كذا. لذلك أقول أن هؤلاء المستبدين يتدخلون حتى في شعور الناس، وكانت النتيجة ما علم من قيام تلك الثورة في تونس وأيضا التي كانت في ليبيا. جزاكم الله خير جزاك فضيلة الشيخ.